استشار مرتضى منصور ونشوف اخبار حضرتك ايه يا فندم. والله انا بضحك والله. زياده المستشار. الله يبص، الاول احنا بس عايزين نعزي شهداء طبعا محترمين ابطال الجيش والشرطه، نعم، اللي بيدافعوا عن عرض وارض مصر. بقول للشمتانين يا كلاب يا اولاد الكلب احترموا نفسيكم، انتوا لو مصريين ما تشمتوش في ابطال كل جريمتهم انهم بيدافعوا عن وطنهم وعن شعبهم. انتوا عايزيننا نبقى سوريا؟ انتوا عايزيننا نبقى ليبيا؟ انتوا عايزيننا كده؟ عايزيننا نبقى العراق؟ ونلاقي مثلا نصحى نلاقي اسكندريه انفصلت عن مصر وبعدين مرسى مطروح وبعدين اسوان؟ انتوا عايزين كده؟ بعزي اسر الشهداء. واحنا النهارده عملنا ثلاث ايام حداد في النادي، والقران الكريم شغال في اذاعه النادي 24 ساعه لغايه ما يخلص الحداد. نعم. بالنسبه للي قاله هاني طبعا هو شيء مضحك طبعا لانه حصل. لكن عايز اقول لك حاجه يا اسلام. اتفضل يا فندم. اللي بيحصل ده والسموحه بس اللي بيعمله. سموحه وناديين تانيين. نعم. ونادي منهم لما طلع من الملعب المعين بيلعب فيه انكشف. كلامي واضح؟ الايه يا فندم؟ تاني. ركز معايا. انا مركز معاك يا فندم. ثلاث انديه بيعملوا اللعبه دي. غير سموحه يعني؟ اثنين مع سموحه. وللاسف الاهلي والزمالك مش عارفين يعملوها. طب هم ما بياخدوش الدوري ليه يا فندم؟ يعني مثلا سموحه ما بياخدش الدوري ليه؟ طب اقول لك حاجه. ما يكملش ليه مع الساحر ده مثلا او مع الشغل ده لغايه لما ياخد الدوري؟ اقول لك حاجه. اقول لك حاجه. سموحه والزمالك لعبوا ست مباريات سنة موسمين. مظبوط. الزمالك فاز ولا مباراه؟ لسه الاستاذ فرج عامر كان بيقول كده. ولا مباراه. لا اتفرج، اديني فرج عامر بس على التليفون عشان لو بيقول ما حصلش انا معاه اهو. مره حكيت هتقولنا يا جماعه المهندس فرج عامر؟ لا هو كان لسه معايا على التليفون على فكره. ده حبيبي. بس ده ما يمنعش اللي مفرق بيني وبين الجن. بص يا بيه. اتفضل. فرج عامر حكى لي القصه دي في بيته. كنا رايحين نجيب ابراهيم عبد الخالق. كان الاخ سيد مرعي ومساعد بتاعه اسمه ميدو. اسمه ميدو ايه؟ تمام؟ وكنا عنده في البيت في رشدي. وحكى القصه اللي انا بحكيها لك دي تاني. واحد مغربي. المهندس هاني زاده حكاها. المهندس هاني لانه كان الجزء الثاني بقى كان في بيت انا لما كان سمو الامير رئيس الاتحاد العربي موجود في البطوله العربيه بتاع اسكندريه، وانا لقيتهم كلهم عندي في بيت سان ستيفانو. كان موجود هاني زاده وكان موجود احمد جلال ابراهيم على فكره برضه. واخد بالك؟ بعد ما مشي سمو الامير والحاشيه بتاعته والمساعدين يعني، قعدنا بقى احنا مع بعض لغايه الساعه يمكن 4 الفجر عندي في البلكونه. تمام؟ حكى نفس الكلام. والقصه ده انه جاب كان بيجيب مركب لك انا بقعد اضحك طبعا. يجيب على يكتب اسم لاعب على كل ورقه المركب اللي تغرق يبقى ده ما يلعبش الاثنين. لدرجه ان كان في واحد من المدربين اللي كان عنده بيقول له زودني، قال له زودك ليه؟ لا انا هدي لده. سياده المستشار كلام حضرتك طبعا حضرتك عامل على التليفون. لا حضرتك طبعا انا فاهم مسؤول عنه، لكن اللي عايز اساله حضرتك هو الزمالك في الشوط الثاني ما عملش اخطاء فنيه في المباراه؟ هنتكلم بقى. اقول لك حاجه. اتفضل. اقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. هو السحر ده يعني ايه؟ الايه يا فندم؟ السحر ده يعني يحصل ايه؟ يعني ايه؟ اقول لك يحصل ايه بقى، خد مني انا بقى. اتفضل. نمره واحد في ماتش طنطا والزمالك. هي للحكم عن طريق السحر ان الزمالك عليه ضربتين جزاء. وهيئ للحكم وبصيرته ضربتين جزاء الزمالك ما شافهمش، هو ده السحر. خلاص. ضربه الجزاء في ماتش انبي هيئ للاخ راسم ان هو بيشوطها في الزاويه بعيد عن اللاعب، ده له الجون ده له في ايده. خلاص. يا بيه امبارح في ماتش امبارح في كور، اقول لك حاجه، في ماتش امبارح الشناوي ساب جون وطالع على بعد مثلا 30 متر ولا 30 مره. خلاص. وانا اول انا بقالي كتير ما بتفرجش. قعدت اقول له ارجع يا الشناوي، ارجع. مصر كلها سمعتني وانا بقول له ارجع يا الشناوي. ارجع جونك. هو هيا له ان هو واقف تحت الشبكه. فيا باشا السحر يعمل، بص ما دام القران قال ان السحر بيفرق بين الراجل ومراته يبقى بيفرق بين الهداف والشبكه، كلام واضح. ودول ثلاث انديه منهم نادي رجع تاني للسحر، واقسم بالله العظيم كان عندنا ماتش كاس معاه وانا حاضر وجنبي رئيس النادي كان راجل محترم وصاحبي لغايه دلوقتي. تمام. وبعدين لقيت واحد بتاع الجن ده اللي هو قاهر الجن والعفاريت ده شغال. قلت له الله يخرب بيتك، ايه اللي جايبك هنا؟ قال لا ما انا شغال المستشار لشؤون الجن وحياه المصحف وبهزر.
ده كلام حقيقي يا فندم اللي حضرتك بتقوله ده صح؟ وحياة المصحف الشريف ما بحضر. اصل هقول لحضرتك حاجة يا سيادة المستشار عشان تبقى حضرتك عارف يعني. ابعد عنك الجن احسن نركبك يا اسلام. سيادة المستشار هقول لحضرتك حاجة بس انت عارف عبد العزيز انت عارف احنا في افريقيا لفينا افريقيا كلها كلاعيبة يعني كنا بنشوف الحاجات دي ولكن يعني عمرنا ما وصلت بينا ان احنا بيترمي حاجة في الجون مش عارف رجل خنزير وكانت بتحصل وانا اقدر احكي لحضرتك حكاوي من هذا الموضوع ولكن بص اقول لك حاجه ولكن بس خليني اكمل لحضرتك يا سياده المستشار لكن اديك مثال بس عشان حضرتك سياده لكن يا فندم ان حضرتك تقول ان الزمالك بيتغلب علشان سحر اعتقد ان ده شيء يعني بعيد عن دماغ الناس شويه لا بص يا اسلام اتفضل يا فندم انا كلامي واضح ما احنا بنجيب ناس بتكشف ممدوح عباس واصابته عاملين انك انت ما بتكسبش خلاص خلصنا من دي طب ليه يا فندم عاملين كده؟ ما تجيب اجوان ليه عاملين كده؟ ما عملوش قبل كده ليه؟ لا يا باشا اتعمل واتفك واتعمل هاني زادك يا باشا شبرخيت اتفسح انت نسيت موضوع شبرخيت؟ لما فقعدوا زفوا هاني زادك ما راحش شبرخيت واخد بالك وكان رايح يفك القرف دون ادي واحد استاذ فرج عامر بقى لا هو عامل نفسه يكسب وعشان كده الماتش اللي فات بنتعادل تمام تقول لي طب ما احيانا فاكر جامايكا اللي هو عصام الحضري لان عندنا ماتش معاه في الاسماعيليه كرة الشوط هو عصام ما بيصدهاش ولا العارضة بيصدها في حد بيصدها غير عصام وغير غير العارضة تمام فأنا حتى أطلقه من يوم على عصام إنه جمال طب بيقول لك إيه طب ما في جوان عبيطة بتخش بقى في عصام أحيانا أنا معاك تمام ما هو الجن دوت تافه الجن ده تافه أحيانا بقى يروح عامل لك حركة عشان يلعبك مش عارف يعني بس يا سياده المستشار الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قد يكون كلام حقيقي وحصل ويعني اكيد لا هديك مثل صغير عشان اكيد انا مصدق حضرتك لكن انا برضو عايز يعني الناس مش يعني يا كابتن انا بقول بنسمعهم كان في مرض انا السيده مليحه كامله كنت مستشار نقابه الممثلين وكانت صديقه ليا كان عندها مرض عضال ما بتخفش منه تمام فواحد نصح ان ده معمول سحر فراح مدبولي بتاع المكتبه بقول للاسماء اهو ومحمد رجب الصحفي تمام بتاع اخبار الحوادث وراح جميل المغازي الكبير ابو جميل المغازي الصغير فاتريقوا والراجل شغال قفاهم اتهرق ضرب قفاهم انا بقول لك اهو ومدبول اهو يقول لك قعدت ماشي في الشارع يومين مش عايز اروح البيت خايف من الجن تمام انا بقول لك اهو ومحمد رجب هاتوا اسالوا في الاخبار الزميل طب اخيرا بس انا عندي النهارده اخيرا يا فندم انا عندي النهارده لعيب كويس جدا محمد فاروق لاعب نادي المقاولين العرب عندي ضيف بعد قليل يا محترم لعيب كويس يا فندم محمد فاروق ده محترم واحنا المفروض كنا متعاقدين معاه والولد كان عنده رغبه كبيره يلعب في الزمالك متالق هو في الست مباريات الاخيره مع نادي المقاولين العرب الحقيقه عقده عندي لكن احتراما لرئيس مجلس اداره نادي المقاولين شخصيه محترمه وصديق عزيز نعم انا ما طلعتش العقد لان مش هاخد لاعب غصب عن النادي تمام ده كلام محترم اشكرك ممتاز ما يقلش عن الرؤى اللي موجود عندنا على فكره عندنا احسن فريق نعم خلي بالك ونبوش قاعد يا فندم برضه مفيش اي قاعد قدام انا بكلمك قاعد قدامه لا يعني قاعد اللي مش قدامك دلوقتي قاعد الفتره اللي جايه طارق يحيى قاعدين اهو كابتن طارق قاعد برضه لا بجيب لهم حد يقرا عليهم قران اعمل ايه الو يا كابتن طارق ازي حضرتك ازيك يا اسلام ازيك اخبار حضرتك ايه يا كابتن كله تمام الحمد لله تمام يعني كابتن طارق معلش سريعا جدا انا هاخدك في نواحي فنيه شويه الشوط الاول الحقيقه امبارح نادي الزمالك كان متالق يعني وده كلام الناس كلها النقاد كلها الشوط الثاني الوضع اختلف شويه يا كابتن طارق ايه راي حضرتك في هذه المقوله لا طبيعي طبعا بص يا اسلام انت بتلعب الفرق كلها بتعمل ديفنس في نادي الزمالك او الاهلي يعني عموما نعم. مع الفرق الكبيره وبتدافع والهجمات المرتده بتبقى فيها خطوره وما بتحصلش في الزمالك بس بتحصل في اعتى الفرق في اوروبا نعم واعتى المنتخبات يعني دي حاجه الحاجه الثانيه ان انت الشوط الاول كان فيه سوء توفيق غير طبيعي جدا مضيعين 3 4 اجوان وكره طبعا خطا مننا احنا دخل الجون ده طبيعي اهتز الولاد شويه لكن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا ان اداء لعيبه الزمالك
اداء افضل بكتير جدا من السنه اللي فاتت. لا بكتير طبعا، ده كلام واضح. في الاداء نعم، في تطور في حته الضغط على الخصم، في تطور في الوصول للمرمى. احنا بنوصل للمرمى النهارده اسلام نعم. في الشوط مثلا من 4 لـ5 مرات اتفرج على ماتش طنطا وماتش انبي ماتش مظبوط. الماتش اللي فات الشوط الاول مختلف تمام. نعم. دي الفرص ان شاء الله باذن الله هتترجم ان شاء الله باذن الله لما الواد يكتسب ثقه. نعم. الشوط الثاني هو الراجل كانت وجهه نظره فنيه.